المجموعه ديال الامور، مجموعه ديال الاهداف ديالنا على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. لماذا؟ دونك شكرا لحضوركم، شكرا. وانا متاكده هما كانوش الظروف اللي هي كتمنع مجموعه من الاخوان كانوا ربما يكون الحضور اكثر بكثير، لان كنا كناخذوا بعين الاعتبار ان هذا الظرفيه اللي هي كنتمنوا الله يرفع علينا هذا الوباء ونرجعوا للحياه الطبيعيه، وربما الحياه احسن من الطبيعيه اللي كنا فيها، لان كنتقول دائما يكون المستقبل افضل. دونك انا هادشي كله كنستبشر فيه خير، وكنستبشر ايضا الغد مشرق، غد مشرق وغد افضل للصحافه الوطنيه وصاحبه الجلاله اكيد. شكرا لكم على حضوركم، كنتمنى لكم التوفيق، وباسم الشركه باسم النقابه الوطنيه للشركه الوطنيه للفتاه، اننا غنكونوا جنبا الى جنب وغنشتغلوا مجموعين دائما تحت مظله الكونفدرالية الديمقراطيه للشغل باش نوصلوا للمبتغى باذن الله. شكرا لكم. شكرا الاخت سهام. اعطي الكلمه الان للجنه التحضيريه، سيلقي كلمه باسم اللجنه التحضيريه للمؤتمر التاسيسي، يقدمها الاخ والزميل سعيد السفاوي. نتحمل اداء السفر والتنقل لاجل حضور المساهمه في بناء تنظيمنا النقابي الجديد، كما نشكر كافة الإخوان والأخوات والإخوة والذين لم تسمح لهم الظروف الاحترازية بسبب وباء كوفيد-19 للحضور والمشاركة عبر تقنية التواصل عن بعد. كما أشكر الإخوة والمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وعلى رأسهم الأخ الكاتب العام عبد القادر الزاير لما قدموه لنا من دعم ومساندة من أجل إنجاز هذه المحطة التنظيمية الهامة في المشهد الإعلامي الوطني، وذلك من اجل مطالبنا العادله والمشروعه. ايها الاخوه والاخوات، ان تحقيق هذه المطالب يبقى رهين بتقويه تنظيمنا القائم على مبدا الديمقراطيه والشفافيه فيما بيننا، وتوحيد جهودنا على كافه المستويات والاصعده، والوعي بالمسؤوليه الاجتماعيه والانتظارات والاكراهات التي سنواجهها. لذلك فإن تأسيس نقابتنا الوطنية هذه يشكل محطة تاريخية ونقلة نوعية في تصويب اختلالات المشهد الإعلامي ببلادنا وتصميم مساره الذي تشوبه الكثير من الأعطاف، وهو ما يفرض علينا جميعا أن نكون في مستوى حقوقية لمجموع الصحفيين والمهندسين والتقنيين والفنيين والإداريين وكافة المستخدمين، رسميين كانوا أو متعاقدين أو مؤقتين، يزاولون مهامهم أو متقاعدين أو ملحقين، أو موضوعين رغم الإشارة أو في حالة إيداع إداري، ويشتغلون بالمؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية والمكتوبة، سواء كانت إذاعات عبر الأثير أو قنوات تلفزية رقمية أو جرائد ورقية أو إلكترونية أو غيرها من الدعامات الإعلامية. أيها الأخوة والأخوات، وإذ سنركز في ملفنا المطلبي هذا على الصحافة الإلكترونية بقدر زائد باعتبارها وافد إعلامي من جديد، فإننا نعني بذلك كل الحقوق والمطالب المرتبطة بالإعلام بصفة عامة. ذلك أن وسائل التواصل الرقمية تتميز بالإقبال الواسع من لدن الشباب التواق إلى التغيير والتجديد وبناء مساره والتعبير عن أفكاره وآراء عصره والإسهام في صناعة الرأي العام وتشكيله، متجاوزا كل أشكال وسائل التواصل الكلاسيكية التي لا تتماشى وطموحاته التكنولوجية وآفاق نهضته الرقمية المنبثجة من تطلعاته واستشراقاته المستقبلية. لأجل الوصول إلى الأهداف وتحقيق المبتغى، فالاجتماع ديالنا حتى لا أطيل، لأن كاين الإخوان اللي خارجين، لأن العديد من الزملاء اللي جاوا من العديد من المدن المغربية وخاصهم يلتحقوا بالمدن ديالهم، وأن خلال الاجتماع ديالنا مع الأخوين ربيع وغزلان أن راعينا ثلاثة ديال المعايير. اولا مقاربه النوع، هو ان تم اختيار 6 نساء اللي كتمثل الجهاز ديال المكتب التنفيذي، المكتب الوطني ديال
النقابة الوطنية للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، بالإضافة إلى المعيار الثاني هو المقاربة الترابية، لأن راعينا هذا الجانب هذا حتى نتمكن من التواصل والاستمرار. كما قال الأخ قبيلة واحد الكلمة اللي كنعتبرها في الحقيقة خاصة تكون مبدأ أساسي بالنسبة للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، هو مسألة الاستمرار بدل التفكير في التأسيس والصراعات الهامشية التي لم تغني الجسد الإعلامي إلا تراجعا. فكينا معيار آخر هو التنوع في السن، التنوع في السن والفئات العمرية حتى يتم إغناء المجلس أو المكتب الوطني بالخبرة، خبرة الإعلاميين القدماء المتواجدين معنا وخبرة الشباب الطموح والراغب في الوصول وفي الكفاح والنضال من أجل قضية الإعلامي وقضية الإعلام الوطني بصفة عامة. كما أنني أقف عند نقطة هامة قالها الأخ قبيلة بخصوص تغيير الاسم، فضرورة المحافظة على هذا الاسم لأنه جامع شامل وسيترك الفرصة من أجل خوض العديد من النضالات على جميع المستويات. فتم اختيار هذه الأسماء كما قلت حسب المعايير الثلاثة السابقة. هناك أولا الحاج نجيم عبد الإله، العرفاوي محمد، الحاج نجيم بخصوص تأسيس ديال النقابة الوطنية للإعلام والصحافة. بسم الله الرحمن الرحيم، تأسيس ديال النقابة الوطنية للصحافة والإعلام هي في الحقيقة محطة جديدة ولبنة جديدة داخل منظومة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي أبت إلى أن تحتضن هذا المولود الجديد الذي نتمنى أن يكون مولودا معافى من كل الشوائب حتى نخدم قضيتنا الأولى وهي قضية الإعلامي والصحفي والصحفيين والتقنيين وكل من يدور في منظومة الإعلام، لأن أمامنا عمل كبير وكبير جدا من أجل إيجاد مخرج من الأزمات الكثيرة التي يعاني منها القطاع الإعلامي كما لا يخفى عليكم، لأن الجميع أصبح يعاني من العديد من الإشكاليات، وبالتالي كان ضرورة ملحة من إيجاد أرضية صلبة، وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هي الملاذ الآمن بالنسبة للإعلاميين الذين احتضنوا في حضن هذا الهرم الشامخ داخل منظومة النقابات المتواجدة في المغرب، والكل يعرف تاريخها ويشهد بذلك. وبالتالي فهذه محطة تاريخية بالنسبة للصحفيين، لأن هذه المسؤولية ليست مسؤولية المناصب، أو أنا لا أقولها اغتباطا، ولكن ليست مسؤولية مناصب، بل هي مسألة استمرار ونضال وكفاح من أجل تحقيق كل ما يصبو إليه الصحفي من عيش كريم ومن ظروف آمنة مهنية. وهذا كل ما يمكن أن أقوله. السلام عليكم. كلمة لكل صحفي يريد الانخراط في هذه النقابة الوطنية للإعلام المنضوية تحت اللواء السياسي. في الحقيقة احنا غادي نحاولوا نشتغلوا على هذا الجانب، لأن بالنسبة لأي صحفي فالأبواب كلها مفتوحة من أجل الانخراط. هذا من الأساسيات والمبادئ الأولى ديال النقابة الوطنية للصحافة والإعلام. وبالتالي فالنقطة الثانية والأساسية هو أن سيعكف المجلس الوطني من أجل تأسيس العديد من الفروع بكل مختلف المناطق المغربية، لأنه كما لا يخفى عليكم على أن تناسل المواقع الإلكترونية سيجعل محطة النقابة ضرورة ملحة من أجل النقاش ومن أجل الدفاع عن المصالح ومن أجل أخذ المقترحات، لأن المجلس الوطني سيبقى بوابة مفتوحة بالنسبة لجميع الإعلاميين. وأهلا وسهلا بكل صحفيين
يرسمي في أحضان نقابة حقيقة نقابة لي أنا سأقوله بكامل صراحة اللحظة لما سمعت الإخوان دي أعضاء المكتب التنفيذي ديال الأصيدية يتحدثون فاكتشفت واستشفت بأن يتحدثون من أعماق الدفاع عن المصلحة وبالتالي هنا احنا من أجل الدفاع عن المصلحة العليا للصحافة في ظروف آمنة وفي ظروف أخوية وفي ظروف تجعلنا في مأمن للدود والدفاع عن الصحفي والصحفية وعن المؤسسات الإعلامية وبالتالي إعادة الاعتبار ل للإعلام والصحافة. الكلمة اللي غادي نقول المنضوية فولت كتلواء النقابة الفيدرالية الديمقراطية. الكلمة اللي بغيت نقول أنا وهي أنه كان واحد الفراغ كبير مهول بالنسبة للعمل النقابي، لأن في هذه 50 سنة الأخيرة تأسست عدة نقابات ما يربو عن أكثر من 40 نقابة بدون أي نتيجة، وما كانت أي نقابة اللي تقدر تنافس وتكون رائدة خاصة في هذا الوقت اللي كتب فيه الإعلام الإلكتروني الرقمي اللي خصهم يقودوا. فلهذا هذا المولود الجديد تاع النقابة الوطنية للإعلام والصحافة غادي يكون إن شاء الله مولود في المستوى اللي غادي يترعرعوا وغادي يكبروا بسرعة إن شاء الله، لأن وراءه عدة مواقع رقمية وكذلك صحافة ورقية إن شاء الله غادي يكون رائد من رواد الإعلام في المغرب. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل فرع الصحافة والإعلام. صراحة نحن سعداء وفخورون بتحقيق واحد الحلم راودنا منذ سنين، يعني حققنا اليوم وهو تأسيس نقابة خاصة بنا هي عمومية ولكن زاد 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 فيها واحد العنصر جديد اللي ما كنلقاوش نقابة أخرى اللي كدافع عليه أنا وهو الصحفي الإلكتروني. نعم، يعني غياب الدفاع عن الصحفي الإلكتروني في الساحة الإعلامية هو الحافز الأول اللي خلانا باش نكونوا هذا المكتب هذا ونخاطوا النظام النقابي في غياب أو الفراغ اللي وجدناه حول عدم الدفاع على الصحفي الإلكتروني. كيف جات التشكيلة ديال المكتب؟ وفي الحقيقة هي تشكيلة نموذجية. كنت تأخذ هذا النموذج ديالها من كونها هي بحال الفوسيفساء، يعني فيها شباب، فيها متوسط العمر، وفيها ناس اللي هما مشعل بالنسبة للصحافة، لأن فيها تقريبا واحد جوج الناس اللي هما يعتبران من قدومي الصحافة المغربية. كاين الأستاذ ناجي اللي هو معروف بالساحة الإعلامية خصوصا أنه هو رئيس اتحاد الصحفيين الرياضيين، وكاين كذلك الحاج نجيب اللي هو معروف منذ سنوات وهو يشتغل في الحقل، وكاين إخوان اللي ما نقولوش جدد ولكن مارسوا الصحافة في السنوات الأخيرة ولهم طموح، وهذا هو بيت القصيد. احنا بالنسبة لنا اللي مثلا كنقولوا متقدمون في السن، نحن أردنا شق طريق ورغم أنه صعيب باش الخلف اللي هما الشباب يتحمل او يحمل المشعل الى الامام ويبقى باش يساهم او يساهموا في تأطير وتكوين الصحفي والدفاع عنه. الى احنا مثلا ما بقيناش هما راه غاديين ياخذوا المشعل. وشكرا، شكرا على المشاهدة. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.